النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بيف روستو أو لحمة باردة تربيانكو. ممكن تعملوها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني لو عندك عزومة أو عاوزة تعملي أكلة مميزة اعملي الوصفة دي. قد إيه بسيطة وهيلسي جدا وما بتاخدش مننا ولا وقت ولا مجهود. هنعمل كمان صوص الجريفي المميز اللي هيخلي الأكلة دي تروح في حتة تانية خالص بطريقة بسيطة ومكونات كلها موجودة في البيت. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجه هنعملها هو تحضير التتبيله اللي هنحطها اللحمه بتاعتنا. هي عباره عن فصين ثوم مفرومين، روز ماري فريش مقطعين قطع صغيره خالص، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود. مفيش ابسط من كده. هنقلبهم حلو جدا مع بعض. هجيب اللحمه بتاعتي وهي كانت عباره عن عرق لحمه تربيانكو كيلو ونص ملفوفه جاهزه. انت ممكن تسالي الجزار يلفها لك او تلفيها في البيت. هروح جايبه اللحمه بتاعتي واروح حط عليها الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، وزعها حلو جدا على اللحمه واتاكد ان انا وزعتها حلو جدا في جميع الاطراف. كده اللحمه بتاعتي جاهزه. هروح جايبه طاسه على البوتاجاز واحط فيها معلقتين زبده وابتدي اشوح اللحمه فيها واتاكد ان هي خدت اللون الجلدي الجميل من جميع الاتجاهات. حمرنا اللحمه بتاعتنا وخدت اللون الجلدي الجميل من جميع الاتجاهات. في نفس الوقت هنكون محضرين صينيه وحاطين فيها خضار متقطع زي الطماطم، البطاطس، جزر، بصل، روزماري، ثوم، ونروح حاطين عليهم شبكه ونروح جايبين اللحمه اللي احنا حمرناها نحطها على الشبكه، ونروح نصب عليها كمان الصوص اللي نزل من اللحمه واحنا بنحمرها، نغطيها بالفويل ونحطها في فرن سخن مسبقا على درجه حراره 200. تعالوا بقى نعمل صوص الجريفي المميز اللي دايما بيتعمل مع الوصفات دي. بيتعمل مع الروست بيف او التربيانكو، اللحمه البارده، الفراخ، بيتعمل كمان مع الكفته. فعلا صوص مميز جدا وبيخلي الوصفه تروح في حته تانية خالص. طريقته سهله وبسيطه، مكوناته كلها موجوده في البيت. هنروح جايبين طاسه ونحطها على البوتاجاز ونحط فيها معلقتين كبار زبده، نحط عليهم معلقتين دقيق، نحمر الدقيق بتاعنا. بعد كده هنروح مزودينه بكوبايتين كبار شوربه، الشوربه المتوفره عندك في البيت. لو عندك شوربه لحمه او شوربه فراخ او شوربه خضار، اي نوع شوربه هتنفع في الوصفه دي. ونروح حاطين التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه ملح، فلفل اسود، فلفل ابيض، توم باودر، بابريكا. انت ممكن تدوقي ولو حسيتي ان انت متحوزه تزودي اي حاجه ممكن تزوديها. هنروح نقلبهم حلو قوي لغايه ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه كده. يبقى كده ده صوص الجريفي بتاعنا جاهز. لو عاوزاه يبقى اخف من كده ممكن تزوديه شويه شوربه تاني. كده صوص الجريفي جاهز. يلا بينا نبص على اللحمه بتاعتنا استوت ولا لسه. اللحمه بتاعتنا استوت، خدت في سواها بالظبط ساعه، وفتحت عليها شوايه اخر 10 دقايق علشان تاخد اللون الجولدي الجميل. نقدمها بقى مع الخضار اللي كنا حاطينه في الصينيه، او نعمل معاها رز مفلفل ملون زي اللي انا عملته ده بالظبط. هسيب لك اللينك بتاعه لو انت حابه انك انت ترجعي له. قطعنا اللحمه بتاعتنا سلايس وهو ده كان شكلها. قد ايه الوصفه سهله وبسيطه جدا. يعني عندك مناسبه اعملي الروست بيف واعملي صوص الجريفي بتاعها. قد ايه صوص مميز جدا يا جماعه، وينفع في وصفات كتيره جدا. ينفع مع الفراخ، ينفع مع الكفته، ينفع مع اي نوع من انواع اللحوم اللي بنعملها في البيت. الوصفه دي سهله ومميزه جدا، ما خدتش ولا وقت ولا مجهود. جربيها وقولي لي ايه رايك، واشوفك مره تانية مع حاجه جديده. ويلا باي باي.